السلام عليكم أصدقائي، كيفتما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ احنا رجعنا فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غنعدلو جداد عادي في طنجرة، جداد مشرمل مع قريعة ومطيشة إن شاء الله يا ربي الحي. وكنحتاجو جداد، كنحتاجو بصيلة وربيع. عندنا هنايا واحد القريعة ولكن كبيرة، عندنا مطيشة، كنحتاج ثلاثة فصوص ديال التوم ونص ليمونه اي نص حمضه، عندنا الخرقوم والزنجبيل والقرفه الابزار مليحه والزيت البلديه. قطعوا هادشي ان شاء الله كامل ورجعوا صافي. من بعد ما قطعنا البصيله ديالنا غنعملوا شربوين جداد. عندي هنايا بصل، بصله وحده النص ديالها شلطتو والنص ديالها حكيتو في الحكاكه. عندنا الربيع صافي، كنعملوه تويمه والعطريه. انا ديما كنخدم بيدي. والزويته كنعمل غير النص ديالها والنص ديالها كنخليه. صافي كنبدا نعمل الجداد ديالنا، كنحطوه بعد ما كنشغلوه ما كنطيبوش في ديك الساعه، كنخليوه واحد ربع ساعه يشرب الشرموله ديالو بعدا كنطيبوه. ديك الحمضه كنعصروها بسنه. صافي كنشغلو الجداد ديالنا، كنخليوهم واحد نص ساعه. شحال ما خليته كيبقى مزيان، يا نص ساعه يا ساعه يا شحال ما بغيتو. من بعد كنطيبوه. من بعد ما قازت نص ساعه كنعمل ديك الزيت البلديه اللي بقات وكنحطو الجداد ديالنا. هذه خطر غزالة ديال الجداد، نزيد شوية نشرب ديك الشرميلة وكدعا. صافي كنعرقو غي شوية، مكان نعرقو تجي بزاف. ونكدر نعرقو كنعرقو ديك الجداد شوية، ومن بعد كنضيفولو ديك الحبة المطيشة. صافي من بعد ما تعرق الجداد ديالنا غادي نمرقوه. من الكاس الاولي والكاس الثاني ديال المرقة القريعة ان شاء الله غادي نقلبها هيدا صحيحه، ما غاديش نقطعها ولكن ما غنخليهاش هيدا. نعمل لها الموس بحال هيدا، ديما تقبل من الموس باش تدخل فيها لي قامه وتدخل فيها الملحه. صافي من بعد ما طاب الجداد شويش والقريعة ديالنا ونحطوها، نعمل شوية مريقة تتمنى. صافي تخليها طيب. صافي الجداد ديالنا بقى ها هو طاب، خلينا حتى تشحر مبقاتش فيه مرقة بزاف. كما كتشوفوا الطبسيل ديالنا من بعد ما طاب الجداد وبالقرع غرسو في الطبسيل وزواقته بالزيتون مقطع. بصحتكم وراحتكم، وإلى عجبكم ما تنساوش تعملونا جيم وتبارطاجيو مع الأصدقاء.